اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودتكم برنامج اسرار الحياه على كل جديد وكل مفيد. طبعا النهارده بنتكلم عن باشمهندس محمد. انا مش بتكلم عن شركته على قد ما اني بتكلم عليه. باشمهندس محمد حل موضوع البطاله، سواء بطاله الشباب او الست المصريه. الست المصريه زي ما كلنا عارفين ان هي بتحب تبتكر، بتحب تشتغل، فهو حل المشكله دي وقدر ان هو يشغلها، قدر برضو ان هو يشغل الشركات اللي لسه على قدها او الشركات اللي عندها مشروع بس مش قادره تشتغل او قادره تسوق مشروعها. ازيك يا باشمهندس محمد؟ ازيك يا فندم؟ طبعا في البدايه عاوزه حضرتك تعرف نفسك اكتر للساده المشاهدين وتعرفنا ازاي تم تاسيس الشركه. والله يا فندم قبل ما اعرف نفسي احب اشكر رؤسة البرنامج على الاستضافه الجميله ديت. بالنسبه لي انا اسمي محمد طلعت، تمام؟ رئيس مجلس اداره شركه جولدن فيو للصناعه والتوريدات العموميه. تمام. طب الشركه تم تاسيسها امتى او ازاي ابتديت ان انت تشتغل في الشركه؟ هي الشركه هي ابتدت يعني من فتره قصيره جدا، يعني مثلا ما تتعداش السنه. تمام. قبل كده طبعا ما كانش في شركه، بس كان في مجهود ذاتي، بمعنى ان احنا فكرنا ان احنا نصنع منتج ونبدا ان احنا نوزعه بطريقتنا مثلا في السوق المحلي. كتجار تجار تجزئه، تجار جمله، الجمله. فصنعنا منتج كان فوطه صفراء. الفوطه الصفراء ديت لو حضرتك تعرفيها كده بخطين، تمام؟ احنا دايما بنشوفها في التكاتك في العربيات في الاماكن دي. بالظبط كده، بالظبط. انا كنت مستهدف المنتج ده وبدات ان انا اشتغل عليه بنفسي واسوق بنفسي، تمام؟ طريقه التسويق بالنسبه لي كانت عن السوشيال ميديا، هي كانت اسرع بالنسبه لي ان انا قدرت اوصل للتجار بسرعه. قعدنا اشتغلنا فيها فتره يعني ما تتعداش 3 4 شهور. من ضمن واحنا في التوزيع تقريبا قابلت منتج من ضمن المنتجات اللي احنا بنصنعها دلوقتي اسمها الفوطه الميكروفايبر. تمام. حد من التجار عرضها عليا بيقول لي تعرف تصنع لنا المنتج ده؟ قلت له ايه المشكله نصنعه، والشاب المصري قادر يصنع اي حاجه. اكيد طبعا. محدش احسن مننا. تمام، دي الفكره يعني. طبعا خدت منه الفوطه وبدات ان انا اشتغل عليها. حلو. لقيت ان الفوطه ديت كنا بنستوردها من الصين. تمام. يعني انا زعلت بامانه لما شفت ان المنتج زي كده. مع الاسف بعض المنتجات او نقدر نقول كل المنتجات بنجيبها من بره. لا انا بجد انا يمكن عشان ما كانش يعني ايه ما كنتش متعمق في الصناعه شويه وكان ليا بزنس تاني يعني. تمام. المهم فمسكت منه المنتج نفسه ولقيت المنتج خاص بغزل ونسيج. تمام. قلت له مفيش مشكله احنا نقدر نشتغل عليها. قال لي لا مستحيل. طب ليه؟ قال لي اللي احنا بنجيبها من الصين. قلت له يعني ديت بندفع فيها دولار؟ قال لي بندفع فيها كتير. لان احنا السوق المحلي بتاعنا احنا بس ممكن يحتاج سنويا بما يعادل 10 مليون قطعه، 10 مليون فوطه. طيب قلت له طب مفيش مشكله. خدت المنتج ده وحاولت ان انا اتحرك على مصانع الغزل لان الاقرب للمنتج نفسه. طبعا في الاول كانوا بيتريقوا وبيقول لك لا احنا ما بنصنعش الكلام ده. فحاولت مره واثنين ودخلت مصنع. اول حد في بدايته بيلاقي تريقه ما شاء الله، يعني مفيش زيها. لازم كله في البدايه يلاقي تريقه. عادي والله، انا خدت الموضوع بصدر رحم وبدات اروح مره واثنين واخش مصنع مره واثنين وثلاثه. ده طبعا بمساعده يعني احد اصدقائي، هو حاليا يعني انا عندي منشاه وعنده منشاه. حلو جدا. المهم فدخلنا وتوصلنا المصنع في العاشر من رمضان. عرضنا عليه المنتج، قال لك مفيش مشكله نصنع لك منها، بتبقى رولات وبتبدا انت تقطع فيها. تمام. تمام. طب ايه المطلوب؟ قال عربون، في سبيل ان الحاجه ديت طبعا عمرها ما دخلت مصر ولا عمرنا ان احنا صنعناها في مصر. يضمن ان هو ان انت هتاخد الحاجه مش مجرد طلبتها منه بس. كان ضمان يعني. قلت له مفيش مشكله. بالفعل سبت له عربون وتحركت، وبعد اسبوع تقريبا اتصل بيا قال لي تعالى استلم ايه؟ حلو قوي. طن تقريبا. تعالى استلم الشغل بتاعك. بالظبط كده. طبعا خدت منه الشغل، بدانا نفكر نصنع بقى المنتج ازاي؟ نصنع منتج وليس نصنع خام. تمام. حلو قوي. اشتغلنا على المنتج ده، عرفنا ان فيه له مقاسات في السوق، يعني مقاس 30 في 40 ومقاس 60 في 40 ومقاس 30 في 30 و25 في 25 الاقرب للسوق المحلي. مش مجرد فوطه، ليها مقاسات برضو ليها. بالظبط. لا مش مجرد فوطه، لا لا مقاسات. الاقرب للسوق المحلي كانت الفوطه 30 في 40 والفوطه 60 في 40. ده تمام. بالنسبه للمنتج الفوطه الميكروفايبر. بسم الله ما شاء الله. طبعا لقينا ان المنتج شاحح جدا في السوق المصري واستهلاكه بطريقه فظيعه. بدانا نكثف انتاجنا في سبيل ان احنا نحاول نغطي السوق المصري، وللاسف برضو ما قدرناش نغطيه، ولحد الان احنا مش قادرين نغطيه. مش قادرين تغطوه برضو. تمام. ده بالنسبه للفوطه الميكروفايبر. طبعا يعني حاولنا نكثف مكان، حاولنا نشغل مكان اكتر، حاولنا ان بدل ما كان عندنا مثلا 10 صنايعيه ستات. وطبعا اغلبهم بيبقوا يعني ناس. انا شايفه جانب الستات هي المستفاده برضو ان هي بتشتغل من بيتها. بالظبط. بالظبط. لان هي اصلا المهنه مهنه ستات.
بدأنا نصنع المنتج دوت. طبعا لما نزلت انا بقى برضو عن طريق التسويق الالكتروني السوشيال ميديا بقينا نوصل لتجار وشركات الشحن. بصراحة كانت مسهلة معانا الموضوع شوية، اللي هو الشحن البري، يعني اللي هو الشحن المحلي. حلو جدا. في كام شركه يعني بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يقول انت بتعمل ايه. طب انا هقطع حضرتك واخد حد مني اللي يتعامل مع حضرتك. استاذ محمد، الو. السلام عليكم. باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن تعامل حضرتك مع الباشمهندس محمد. الباشمهندس محمد الصراحه معاملته كويسه جدا. تمام. والمنتجات بتاعته كويسه جدا. اتعاملت معاه في المنتجات اول حاجه؟ اتعاملت معاه في المنتجات. كانت الفوطه الصفراء الاول وبعد كده الفوطه الميكروفايبر. حلو. والوقت جاهز وكل حاجه، والتوصيل اللي انتوا بتتفقوا عليه بيتم فعلا تنفيذه؟ طبعا بيتم تنفيذه طبعا. وبعدين هو في ميزه كويسه، ممكن يساعد مثلا واحد مش قادر. حلو قوي. يعني بدايته كويسه برضو في الشغل، لو واحد مثلا مش قادر في الاول بيساعده لحد ما يقف على رجليه، وبعد كده الدنيا بتبقى كويسه. حلو جدا. انت اللي ساعدتنا يا محمد مش انا. انت لما تاخد المنتج مني وتبدا توزع بطريقه سريعه على بقيه التجار، انت اللي ساعدتني مش انا. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يوسعها ويفتح عليك اكتر واكتر يا رب. ربنا يعزك. ربنا يخليك. بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي يا باشمهندس. ربنا يخليك. شكرا شكرا. طبعا باشمهندس بيقول ان حضرتك بتساعد اللي مش قادر ان هو يبدا ازاي. بص اقول لحضرتك ان احنا لما ابتدينا نشتغل في المنتج ده طبعا يعني انا لقيت عدد كبير جدا من الاشخاص بيدوروا على شغل. تمام. تعاملي مع الاشخاص ديت مش ان هو شغال مثلا معايا بس، لا انا قادر ان انا اعلمه. ليه؟ يعني على يقين لما بعمل كده ربنا بيوسع. صدقيني والله ده ما كلام ولا شو بعمله. ففعلا اي حد بيشتغل معايا انا بديله كل الداتا بتاعت يعني يمكن ما فيش حد بيعمل كده، بس انا بديله اسرار المهنه زي ما بيقولوا. حلو. على ان اسرار المهنه بتكون خاصه بالشخص. بالفعل في حد كام حد طلع من تحت مننا والحمد لله، يعني قدر يصنعها وقدر يشتغل. مش بس المنتج الفوطه الميكروفايبر ده، الفوطه الميكروفايبر ده بند من ضمن البنود اللي احنا شغالين فيها. طب احنا يعني ان شركه حركه توريدات ما انا لسه اقول لحضرتك انا لما نزلت السوق المصري لقيت ان في منتجات كتير برضو جدا كنا بنجيبها مثلا من دوله زي الصين، واحنا فعلا قادرين نصنعها زي الفوطه وزي بيت المنتجات اللي انا اقول لحضرتك عليها، كشرشوبه زي شرشوبه القطن دي كانت مثلا بالظبط بالظبط منتج مستهلك وبيطلب وعليه مثلا سحب كتير، خصوصا ان بيستخدم في فنادق في بيوت في كل شيء في كل حاجه بالظبط كده. محلات بيوت وكافيهات في كل الاماكن بالظبط. برضو قدرنا دي فوطه قدرنا بفضلنا ان احنا نصنع المنتج الشرشوبه. المناديل ده المناديل ديت بيبقى مصنع الخام نفسه. احنا ممكن ان احنا زي ما حضرتك شايفه ده منتج ان احنا نعبي منتج عن طريق ماكينه لزق. انت فاهماني؟ اللي على الشاشه ده الكعوب، الكعوب ديت اللي هي بتستخدم في الشرشوبه اللي هي القطيفه او الشرشوب ميكروفايبر او الشرشوبه القطن. في منتجات تانية، في منتجات تانية احنا مش بنصنعها. احنا هنعرض المنتجات كلها طبعا، بس هناخد مداخله استاذ مجدي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يسلمك. عاوزه حضرتك بقى تعامل حضرتك مع الباشمهندس كان ازاي؟ ماشي. ده حبيب، ده ابن اختي. لا ده خالي، ده خالي خالي. خالي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يسلمك. سلام طيبه. شرفتنا طبعا. الله يخليك. عاوزين بقى حضرتك تكلمنا عن الباشمهندس برضه، مش هنقول ابن اختك، هنتكلم عن الباشمهندس. اسلمي. لا هو ما تعملش معايا. خالي شغال عنده معرض اجهزه منزليه، ملوش هي نعم متعلقه بمنتجات ادوات المنزليه، بس ما خدش منتجات مني قبل كده لانه هو مختص اكتر في الاجهزه المنزليه. طيب عاوزين بقى ايه يعني إيه رأيك في الباشمهندس؟ باشمهندس محمد ده يعتبر يعني فخر العيلة عندنا. ربنا يعزك وربنا يبارك له يا رب العالمين. حبيبي. يعني من ساعة ما وصل كده هو عنده كمية ذكاء، وكلنا كنا بنقول ليه كده يا محمد طموحك كبير، والحمد لله كان عند قد المسؤولية وربنا يبارك له، وهو يعني من خير الشباب البلد عندنا النعمة. ربنا يعزك. ربنا يعزك. ده شرف كبير. خير الشباب النعمة كلنا فخورين. وربنا يوفقه يا رب العالمين. شرف كبير ليا. خير. ويعتبر وظهرت العيله عندنا وظهرت النعامنه ومنيا القمح والشرقيه. حبيبي قريه النعامنه ديت القريه بتاعت اللي انا نشط فيها، قريه النعامنه مركز منيا القمح الشرقيه. وعمل طفره حلوه عندنا جدا في منيا القمح بتشغيل الشباب وتشغيل الفتيات اللي مش لاقيين شغل. طب وربنا يبارك له يا رب العالمين ويزيده. مين هيشهد؟ مين هيشهد يا خال؟ ما انا عاوز اقول له كده. ده حقيقه يا محمد. ربنا يعزك. حقيقه. ربنا يبارك لك
وانت بتبخلش يا محمد عن اي حد. ربنا يعزك خالي، ربنا يخليك، الله يخليك، ربنا يبارك لك دعواتك ماشيين بيها يا رب العالمين، دعواتك ماشيين ومزيد دايما يا محمد وتقدم. ربنا يعزك، شرفتنا طبعا ونورت البرنامج يا باشمهندس، شرفتنا. الله يخليك يا مام، تشكرك، الله يكرمك، سلام طيبه، الله يخليك، ربنا يبارك لك يا حبيبي. ربنا طبعا دي شهاده كبيره. طبعاً فخور بيها. خالي من صغري وانا بتعلم منه حاجات كتير برضو، من ضمن هو في شبابه كان طموح، يمكن برضو لو اتعلمت الصبر وتعلمت مثلا ان انا اتعمق في كل شيء افهم فيه او ما افهمش فيه، ده من صفات خالي على فكره، ربنا يبارك له ويحفظه يا رب. اكيد التشجيع اهم كتير. حاجه ونقولك كمل وانا معاك وفي ظهرك، دي حاجه حلوه بالظبط. لا في كتير كتير انا طيب. انا بجد لا شهدت في الناس تبقى مجروحه، لان الناس يعني الحمد لله حواليا كتير جدا بيدعموا، وانا ما ينفعش ان انا مش ربنا يبارك فيهم طبعاً. حضرتك سمعت من خال حضرتك بيقول ان انت ساعدت السيدات والرجاله كمان. كان في مؤتمر في قريه الغار بمركز الزقازيق محافظه الشرقيه، كان المؤتمر ده كان معمول تحت رعايه الاعلامي طارق علام، اكيد حضرتك تعرفيه. تمام كانوا طلبوني برضو ان انا اعمل ندوه هناك، لما رحت لقيت بسم الله ما شاء الله سيدات كتير جدا جدا يعني مستنين ندوه. الندوه دي كانت عباره عن تصنيع الهاند ميد اللي هو الصناعه اليدويه. حلو جدا. تمام بالفعل، حتى هي موجوده على صفحتي السوشيال. احنا يا ريت لو نعرف بس الفيديو الاول بعد اذنكم، احنا عندنا الفيديو اللي حضرتك بتتكلم عنه. انا كنت قلت لحضرتك على صفحتي على السوشيال. تمام طب ناخد استاذه شيماء الاول بعد كده نرجع نشوف الفيديو. الو الو استاذه شيماء، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك ازاي؟ الحمد لله. عاوزين طبعا كلمه حلوه كده للبشمهندس، او التعامل كان ازاي؟ ازيك يا محمد الاول؟ استاذه شيماء ديت مديره المبيعات عندي في الشركه، دي مش حد بيشتغل التجار يعني. ازيك يا استاذه شيماء، عامله ايه؟ بقول لها التعامل ازاي؟ هي تقول بقى، هي تقول بقى، ما بقول لحضرتك مديره المبيعات اكيد انا شدد عليها شد محترم يعني. طبعا من لسه اقولها شد. استاذ محمد ما شاء الله يعني هو من افضل الناس اللي تعاملنا معاها عامه. ربنا يعزك يا شيماء، وراجل محترم جدا، ما اتاخرش عن حد. ما تقلقيش ان شاء الله، ما تقلقيش مش هيعمل حاجه، قول الحقيقه بس بالزعق وكده ولا لا؟ لا طبعا، ازاي يا استاذ محمد فوق دماغنا كلنا. ربنا يعزك يا شيماء، ربنا يعزك. صدقيني والله بجد انا مكاني ما بيكبر غير بالناس دي، اجتهاد الناس ديت في العمل وتركيزهم بجد والله صدقيني، ده حقيقه والله من فاق. الناس اللي معايا ديت صدقيني مكاني ما بيكبرش غير بيهم، وفعلا زي ما انا دايما بكتب على الصفحات على السوشيال ميديا ان الناس ديت من غيرهم يعني المركب تقف يعني. هو الاستاذ محمد عامه قبل ما يكون مدير هو اخ الكل هنا عندنا، فهو ما شاء الله يعني ربنا يديم معزه. ربنا يعزك، ربنا يوسع عليك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك يا استاذه شيماء، ومزيد من النجاح حضرتك والبشمهندس. من نجاح لنجاح باذن الله ان شاء الله. هناخد الفيديو ونرجع مره ثانيه، خلينا ناخد الفيديو بس نتفرج عليه الاول. Thank you.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع الباشمهندس محمد. باشمهندس محمد، عاوزين حضرتك بقى تكلمنا عن المؤتمر. المؤتمر زي ما قلت لحضرتك كده قبل عرض الفيديوهات، المؤتمر كان متواجد في قرية الغار بمركز زقازيق محافظة الشرقية، اللي هو كان تحت رعاية الأستاذ طارق علام. ده زي ما قلت لحضرتك كده ان انا لما دخلت لقيت فعلا ناس كتير جدا من السيدات عندها قبول انها تعرف ايه المنتجات اللي احنا نقدر نصنعها من البيت. الست المصريه بتحب ان هي تسعى وتشتغل بالظبط، في رغم الظروف اللي احنا فيها طبعًا. يعني برغم الظروف اللي احنا فيها لابد من كلنا نساعد بعض، يعني الزوجه تساعد زوجها والزوج يقدر يوفي التزامات البيوت طبعا. ف يعني شجعوني فعلا ان انا اتكلم، زي ما حضرتك شفت هو يمكن الفيديو مش كامل، ده كانت لقطه تقريبا من المؤتمر. تمام. اتكلمت معاهم في منتجات كتير جدا، وبالفعل حتى في تواصل بيني وبينهم لحد الان، يعني بيعطلوا عن خام منتج مثلا في شرشوبه، بيعطلوا عن خام مثلا، يعني احنا اسرع نصنع منتج. تمام. أكيد. المنتجات اللي كنت عرضتها عليهم تقريبا المشبك الغسيل. تمام. ده طبعا مشبك الغسيل ده احنا مش هنقول احنا عايزين نصنع خام عشان نصنع منتج، لا احنا قادرين نجيب الخام نفسه ونقفله احنا منتج، يعني هو كده كده بيجي مثلا انا اجيب كل حاجه واشتغل عليها انا بالزبط. بدل ما اجيب من بره واستورد، وغير كده الاستيراد والتصدير بقى صعب جدا الايام دي. لا ما هو ما ديت من ضمن المبادره اللي فخامه الرئيس، اللي من ضمن ايقاف الاستيراد كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفها. ما هو ده اللي خلانا نسعى ان احنا نجري نشوف ايه اللي احنا كنا بنجيبه من بره ونصنعه، ونجحنا صح. نجحنا وقادرين ننجح وننجح وننجح، وقدرت برضه حضرتك قدرت تنهي البطاله سواء الشباب مش او مش السيدات. انا مش هقول ان انا نهيت البطاله، بس هقول ان انا نهيت 1% من البطاله، ده نجاح بالنسبه لي. حلو. ده حاجه انا عشان بس ما اقولش كلام اتحسب او اتسال فيه، هي كل الفكره ان احنا عندنا برضه في فجوه الدولار. معلش انت ما تزودش التيم مبلغ، يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا المنتج يعني مش حلو، يعني ما اقصدش مش كبير عشان اروح اجيبه مثلا من الصين وادفع فيه دولار، ما احنا قادرين نصنعه هنا. لا لابد ان احنا نصنع، هي مش ماكينه ولا حاجه، ده حاجه بسيطه. يعني احنا قادرين، يعني في حاجات يعني في منها خام احنا نقفله منتج، قادرين نعمل الكلام ده. يعني لا احنا لابد ان احنا نقلل من الاستيراد بتاعنا. تمام. ونحاول نكتر من الصادرات، يعني عايزين ندخل بس عمله للبلد. بالفعل احنا بنصدر بره منتجاتنا دي اللي حضرتك شفتيها على التلفزيون. حلو. على الشاشه احنا كده كده الحمد لله، يعني بنحاول ان احنا نسعى ان احنا نصدر اكبر كميه. بالفعل بيطلب من الدول اللي بره منا المنتجات بعد ما بنعرضها على السوشيال ميديا تحت طبعا اشراف طاقم التسويق او طاقم المبيعات، بيوصل فعلا لبعض التجار اللي بره في الدول اللي بره، سيان، السعوديه، ليبيا. يعني قدرتوا ان انتوا تشتغلوا مع الدول اللي بره؟ الحمد لله. يعني بس كل الفكره عايزين يعني ايه دعم، يعني الدعم بس مش ماديات والله، هو الدعم بس كلمه حلوه. الدعم مثلا كمل أكيد. كمل كمل، لو مش هتقدر تعمل زي او تساعدني بلاش تنتقدني او تقول بالزبط. كلام ملوش لا ده حاجه ده حاجه على جنب، احنا لو بصينا للانتقادات يعني لا الحاجات الحمد لله من نعم ربنا عليا ان انا ما بهتمش بالانتقادات. طب حلو. وعندي دايما المثل الشجره المثمره يحدفها الناس بالطوب، انا اتمنى ان انا افضل كده. يعني انا مش معنى ان واحد يقول كلمه حلوه او كلمه وحشه، لا الكلمه الحلوه على دماغي والكلمه الوحشه برضه على دماغي، انا ما عنديش مشكله مع اي حد. هي كل الفكره بس يعني ايه، خليني ان انا قاعد عمال اديك مثلا في محاضره بتكلم ساعه، انت يا عم ايه المشكله لو استفدت من الساعه ديت 10 دقايق؟ انت المستفاد مش انا. ركز شويه. انت فاهم انت المستفاد؟ انا بالنسبه لي لو فضلت تنتقد فيها ساعه مش هتفرق معايا. مش هتفرق. انت فاهم؟ انما بالعكس انا بتكلم وبنتكلم وبنتكلم، لو انت خدت من الساعه كلام ده 5 دقايق بس افاده ليك هتستفيد، انت اللي هتستفيد مش انا، انا اديتك المعلومه وخلاص. طبعا زي اللي قبل علمني، يعني اللي قبل علمني ان انا اعرف اتاجر ازاي، اللي قبل علمني ان انا اعرف اتكلم مع الناس ازاي. حلو جدا. فده مش طب باشمهندس محمد، دلوقتي انا ايه في البيت، قاعده في البيت وعندي حاجه قدرت اصنعها سواء شرشوبه او فوطه او اي حاجه. تمام. وعاوزه اعملها تسويق او عاوزه حضرتك تشجعني ان انا اشتغل. طيب ازاي بتعمل؟ هو اول حاجه مبدئيا عشان بس نقدر نصنع منتج زي ما حضرتك لسه بتقولي مثلا شرشوبه، فوطه، مشبك بلاستيك، مشبك خشب، اسبونشه، سلك ستانلس، ليف مغربي، ليف شاور اطفال وشاور كبار. تمام. الحاجات دي في حاجات كتير، سبح، في حاجات، في منتجات كتير جدا يعني. تمام. المنتجات ديت احنا قادرين نصنعها ونصدرها هنا للسوق المحلي وقادرين نطلعها بره مصر. حلو قوي. صدقيني هو ما عليه غير السعي، هو مبدئيا ان احنا نوصل للخام نفسه، يعني الخام موجود ان شاء الله. ليه موجود في هي مصر؟ هي المشكله دلوقتي في الخام. بس يعني الفتره الاخيره الحمد لله كان متوفر، يعني وبنتمنى انه يفضل متوفر على طول. في خام طبعا موجود نقدر نصنعه كمنتجات مثلا. صنعت منتج، هبدا ندور على في السوشيال ميديا عن الجروبات اللي بتستهدف المنتج بتاعك.
تمام؟ يعني احنا مثلا بنتكلم في شرشوبه، بنتكلم في فوطه، بنتكلم في مشبك، بنتكلم في فليفه، في ما شابه ذلك. فبندور على الجروبات، ادوات النظافه، مستلزمات النظافه، سوق كل المنظفات. حاجه ولها الجروب. بالظبط، لها جروبات. بنبدا احنا نشتري في الجروبات ديت ونعرض منتجاتنا بسعر اوريدي طبيعي هيبقى اقل من السعر التاجر اللي بيودي للمحلات التجاريه. تمام. يعني مثلا سيام مثلا قطعه مثلا بتنزل للمحل التجاري بجنيه، اكيد انت مش هتبيعها بجنيه، هتبيعها اقل من كده، فبالتالي هتلاقي المنتج بتاعك بيتباع اسرع. هي بس زي ما بقول، غير من ان انا اجيبها من بره وازود عليها التكلفه. ما انا لسه بقول لحضرتك، يد اولى بتروح لجمله الجمله، جمله الجمله بيديها الجمله، والجمله بيديها للمحل التجاري، والمحل التجاري بيديها للمستهلك، فبتوصل لرقم صدقيني. تلاقيه هو بيبيع ارخص. طب هو بيبيع ارخص ليه؟ عشان هو مصنع. هو مصنع بالظبط، انت بتاخد مني يد اولى، وده منتج مستهلك فيتباع. ده بالنسبه للمنتجات، اي منتج بقى انت اتكلمتي فيه دي المنتجات الشامله لشركه حضرتك. يعني بالظبط. طب فكره انك تساعد الناس جت لك ازاي؟ وخصوصا ان حضرتك عانيت جامد جدا في البدايه. بالظبط، يمكن حصل لي كام ضروب كده، وفعلا هي فكره ان انا اساعد الناس ديت جت طبعا من عند ربنا. يعني مبدئيا ده من اللي انا شفته ربنا ساعدني، فانا حاسس احساس ان ربنا بيتفرج عليا. هل لو حد مد ايده ليك هتاخدها ولا زي ما انا ساعدتك هتساعد غيرك ولا لا؟ والله العظيم ده الحقيقه، لان فعلا زي ما حضرتك قلت ان انا عانيت، ان انا قابلت مواجهات صعبه جدا، ويمكن حتى في شركتي نفسها او في انشاء الشركه في البدايه برضو كان فيها هزه، وده الطبيعي. والحمد لله يمكن ربنا دايما بيسخرنا لبعض، واللي كان ربنا مسخره لي يعني مصداقا لقول الله تعالى سنشد عضدك باخيك، يعني اخويا هو اللي واقف جنبي. ربنا يبارك فيك. تمام. طبعا بقى يعني والدي موجود، والدتي، دعاء والدتي ودعاء والدي، زوجتي واهتماماتها بالبيت، حاجات يعني طبعا احنا مش، انا لو اتكلمت مش هوفي حقهم، فمش عايز ان انا اتدخل بقى ان انا اشكر ده واشكر ده واشكر ده، لان طبيعي مهما اقول مش هوفي حقهم. فنبعد عن النقطه دي. طب احنا فاضل لنا دقيقه، عاوزه حضرتك نصيحه للشباب. النصيحه للشباب يعني انا نفسي والله بجد، والله بجد انا نفسي ان يعني الاقي شباب كتير مصنعه، يعني صنع في بلدك. وبلاش بقى التفكير مثلا في السفر بره والهجره غير شرعيه والكلام ده، والله العظيم اللي بيرزق هنا بيرزق هناك. الصناعه مش لازم انا اصنع، مش لازم كلمه ان انا اصنع يعني مصنع وحاجه كبيره، لا انا عندي حاجه صغيره وشركه صغيره وحلم انها تكبر، وطول ما انا بسعى عندي برضو مصداق لقوله تعالى وقال ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. فهي الفكره بالنسبه لي، مشيت ورا الكلام ده لقيته. ابدا عندك اي مشكله قادر تكلمني، تكلم حد زيي، تكلم حد مثلا بيدور. لا، الباشمهندس هو بيقدم لكم مساعده، ان هو بيساعد اي حد، مش هيقول لا ولا هيعترض. يمكن حضرتك عرضوا رقمي على رقم حضرتك طبعا معروض، وصفحات معروضه. مفيش مشكله، انا والله تحت امر الناس كلها، ونفسي ان الناس كلها تبقى زيي، مش زي ناس تقول لك لا ده اكيد ده لا بالعكس. والله انا لما النجاح بيعم ربنا بيكرم، يعني النجاح بيعم على ده وعلى ده وعلى ده. أكيد. انا بحس بفخره، وفي نفس الوقت بحس بتيسير الامور، وربنا بيبقى بيمصرها يعني. تمام. كلمة شكر تحب توجهها لمين؟ لا، لسه لحضرتك النقطة اللي فاتت، أنا كلمة شكر لناس كتير، فعشان ناس كتير بجد. أكيد يعني أنا مش هقدر أختص حد زعل بقى. لا لا لا، أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا اهتماماتي يعني أنا بشكر أسرتي والناس اللي هو في الجنب كتير كتير جدا، صدقني مهما أقول مش هعرف أوفي حقهم. طبعا حضرتك شرفتنا ونورتنا، ويا رب يكون الشباب يعني خدوا جزء من حضرتك من الأمل شوية. ربنا يعزك يا رب. أتمنى حاجة زي كده، والله أتمنى حاجة زي كده، لأن يعني الموضوع مش صعب. أكيد. هو الكلام اللي صعب، انما التنفيذ والله ما صعب، صدقيني مش صعب. شرفتنا يا باشمهندس ونورتنا، ومزيد من النجاح لحضرتك. ربنا يخليك. ربنا استنونا في كل جديد من برنامجكم اسرار الحياه.